تنظيم الوقت يملكه الإنسان نفسه، فكل ما كان وقت الإنسان منظم كل ما كان أكثر نجاحه في الحياة وفرصه في النجاح أكبر. دائما الإنسان دائما يبحث عن الحافز، ما بتقدر تتحرك من مكانك بدون هدف. فنصيحتي لهم بوضع الأهداف وتكون أهدافهم واضحة، وكذلك إحاطة أنفسهم بناس إيجابيين يساعدونه في تحقيق أهدافه. Motivation is certainly a big part of any routine, and for me, it's always been finding, you know, internally what motivates me, what gets me excited. الموازنة بين العمل والحياة الشخصية دائما تخصين وقتك، مش بس الرياضة.